أقسم بك يا خير ورا شر الله حبيب كل مسلم ومن تكن برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي يا سر ما قرأناه ونور هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني أنبياء المرسلين علي بسيه الطاهر الصحابي الكرام وإلى ولي ومشايخنا محمد الأحياء منهم الأموات من آدم اللهم ربي لا تحرمنا أجرا ولا تفتح أمرهم. اللهم يا ربي انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وباركنا بالآية التي الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزاء. اللهم يا ربي اشفع وفينا من عندك. اللهم يا ربي اشفع وفينا من عندك. اللهم يا ربي اشفع وفينا من عندك. اللهم ربي صلى الله فإنك خير الناصرين استعنينا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافلين ارحمنا فإنك خير الراحمين ورزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا وجميع من القوم الظالمين وألبنا لحداب كما يفي علمك واجعلنا من خزائن رحمتك وألبسنا لباس عفوك وعافنا وعلمنا من لدنك علما نافعا وتقضي بجاه كرم. اللهم يا رب كلنا واسعه اللهم اغفرنا بجميع امورنا اللهم اصلح ذات بيننا وبين قلوبنا وهدنا سبل السلام وجنا وجنا محمد وظهر وبطن وحوصلة. اللهم يا رب انا امرنا فرجا وفرجا لان كل هم وهم يضطرك يا بيدي مفاتيح الفرج فينا شر من يريد ان نقص من جانب الله المحاسن فانا بيدك القوانين كل شيء. اللهم يا صالح المستلقين ويا غوث المستغيثين ويا مفرج كل المكروبين قد صار مكاننا وصار محالنا ولا يخفى علي شيء من ذنبنا يا شهيدنا غير غريب ويا قريب غير بعيد ويا غريب غير مغلوب اجعلنا فرجا نحن فيه اجعلنا فرجا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم رب اشفع لنا القران العظيم وزياده الصلوات وجعل في صحيفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب زيادتنا صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب زيادتنا صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب زيادتنا صلى الله عليه وسلم اللهم رب اتيه المدينه الفضيله صلاه رافعه سوبات المقام محمد بن يوسف انك لا تخلف الفقراء من اينما كنت متعين. الله يثبتنا ويثبتهم ويسحرنا عليهم ويحفظنا ويحفظهم ويحفظ الله والله يعود علينا وعيدهم من هذا الخير تعملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربك ما به جسما وروحا اللهم ربك ما به جسما وروحا اللهم ربك ما به صحه اللهم رب احفظ الدين والطلب الله يحفظهم ان شاء الله. الله يجعلنا من العلماء الاعلام ان شاء الله الاعلام الله ينفع بهم الامه ان شاء الله. الله يجعل الله في رضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما شيخ العلماء الله يحفظهم ويبارك لنا فيكم جميعا جميع الحاضرين لبين المقاصد الجميع لجانبه الشفيع. اللهم يا ربي لا جعل فينا ولا منا ولا معنا شقا ولا مرضا. اللهم يا فارق الحق ولا دواء اعطي لكل من يرضى يا رب العالمين. اللهم تكون اللهم ربي كلنا وصلى اللهم تكون بجميع امورنا وصلى الله بينا وعلى بينا قلبي هدي سبل السلام يا رب العالمين. اللهم يا رب اغنى عن هذه الحاله وزدنا على ما احنا فيه يا ربي انك على كل شيء قدير. توجنا في تجنيم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيعنا سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا سيدي يا رسول قل بيدنا فتحنا اذكنا يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله يا سيدنا يا رسول الله. اللهم يا رب اجعلنا على اثر وعهدك لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم رب اسند الشيخ مرحبا وسع عليه مرحبا وسع عليه وجعل فينا اثرين أنا الله من نبينا وصديقنا وشهد الصالحين وحسن أولئك رفيقا ويرثهم مشايخنا جميع المسلمين يا ربي وجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر له وارحمهم يا ربي. اللهم ربي انصر الإسلام المسلمين اللهم ربي انصر الإسلام المسلمين اللهم يا رب اجمع كلمة المسلمين في مشرق الأرض ومغاربها اللهم ربي اجمع كلمة المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم انفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن العظيم شافينا القرآن العظيم يا رب العالمين وجعلنا من أهل القرآن العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وليداتنا وليدات المسلمين واللي يقربوا الله ينجحهم إن شاء الله واللي يخدموا الله يحفظهم إن شاء الله واللي ما عندوش الله يجيبهم واللي عندهم يزيدهم إن شاء الله ولدنا الله يحفظهم من كل شيطان رجيم. الله يجمع قلوبنا لا لا إله إلا الله من كنا عن القرآن العظيم وعجبنا قلوبنا محبة سيدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
الحمد لله. شوف.